أشاد رئيس مجلس النواب علي عبد العال العلاقات المصرية الأوكرانية في المجالات كافة وخاصة البرلمانية. وخلال استقباله وزير خارجية أوكرانيا بافلو كلميكن، ثمن عبد العال عودة حركة الطيران المباشر بين القاهرة وكييف، وأثر ذلك على تدفق السياحة والعلاقات التجارية بين البلدين. من جهته أكد وزير الخارجية الأوكراني دعم بلاده لمصر في حربها ضد الإرهاب، مشيدا بما حققته مصر من نجاحات لافتة في تحقيق الأمن والاستقرار أسهمت في عودة تدفق السياحة.